الفصل السنوي الالكترونز السالب التفاعل ما بيحصلش ايه؟ مودريشن، فبالتالي مفيش مودريشن هنا. أول مشكلة أول حاجة مفيش مودريشن، مفيش مودريشن كان في أبسولوشن كتير من الإلكترون تهديد أعلى بكتير من هنا. يعني النيوترون فراكشن بقى أعلى بكتير من النيوترون فراكشن اللي موجود في السالب. لأن أثناء المودريشن بس في أبسولوشن إلكترونات. يعني النيوترون فراكشن السيرفر اقل من النيوترون فراكشن الباص من كيس ابسولوشن من الكلمات هنا النيوترون يكون من اعلى بكتير نربطها ليه؟ لان الريسورس بتاعت النيوترون بتاعت النيوترون بتقل حوالين العالم زي ما في كان في حرب فرنسا على الفيول يعني امريكا دخلت العراق ليه؟ اساسا عشان البترول اللي فاتت العراق عشان البترول موجود في العراق بس لا كيماوية ولا حتى كان يبنون صدام الدين ده في العراق. عايزين يكون موجود صدام الدين في الموضوع ومن غير ما يكون في العراق يعني مش مشكلة. لكن ما في العراق عشان البترول. ما حصلش حرب كمان على الريسورس بقى من اليورانيوم كان بيحصل دايما اتفاقات بين الدول يعني روسيا مثلا بتيجي تعمل لنا المفاعل بتاع الضبع. مش بس عملوه لنا عشان فلوس لا لا عملوه لنا عشان يورينا ريسورس يقول لك انا هديك الفيول لا مش هديك الفيول بفلوس انا هاخد الخام اللي عندك اعمل الفيول نصه ليك ونصه ليا يعني تاخد الفيول بتاعك ببلاش بس نص الخام اللي هاخده هيطلع فيول نص ليك ونص ليا يبقى ناخد فلوس انا بقى في شكل الفيول طالع من عندك خام طالع من عندك فاحنا موجود عندنا يورانيوم عندنا موجود في صخر شجير في الجنوب لما في عندك ريسورس تبقى مشكله بالنسبه لك لما فيش ريسورس يورانيوم عندك مشكله في الفيول هيتباع لك غير يعني لما في ريسورس لا يبقى احنا نخش ناخد بقى اليورانيوم بالفعل نطلع منه فيول بالنص منه من بعض انت كده طن يبقى انت نص طن ونص طن انت كده 10 طن يبقى انت خمسه ولا خمسه كده عشان ده بريزنتنج واللي عارفين احنا قلنا بقى السيرفر نيوترون والمين فيول بالنسبه لها هو اللي يرمي اليورانيوم 30 اليورانيوم 30 ده موجود في نشر اليورانيوم بنسبه 7.25 من السيرفر من نشر اليورانيوم موجود بنسبه 7.75% فلو استخدمت رش الاوريجن ما يبقى الباور بتاعت الاكل قليل فبضطر اعمل له ريفنشن هو ده الفيول كل الفيولز اللي بتخليها فيشن خاص بالميكروبيتين كل الفيولز الاورينيوم 38 اليورينيوم 35 اليورينيوم 34 البلوتونيوم 39 اليورينيوم 33 السوريوم كلهم بيخلوا فيشن خاص بالميكروبيتين بس هبقى لي ليفل هو ده المهم، انا ليفل الكترونيك بقى. فالالكترونيك الفيول بالنسبه للسيرما نيوتر بالنسبه للاكل هو اليمين من 35. وده بنعرفه ان حاجه اسمها فيشن كونسكشن عالي جدا بالنسبه لك. لما يكون عندك فيشن كونسكشن 300 وشويه والتاني فيشن كونسكشن 1.5. مفيش نسبه. مفيش نسبه من الباور تطلع من هنا ومن هنا، احنا فاكرين في النهارده اللي فاتت ان ليميتنج ديجنريشن ما بيبقاش فانكشن في ايه؟ فانكشن في الفارم ماشي اي سيجنال فانكشن في ال في ال في ال فانكشن في السيجنال ما بيكونش في السيكشن فلما يكون في السيكشن في فيول 380 وواحد تاني خمسه ده ما فيش كومباريزون عشان انتج الباور دي من فيول ده احتاج مثلا كده التاني احتاج مثلا 50 ضعف كده وتقول له تاني على خمسه حاجه 50 حاجه و70 ضعف يبقى الفيول ده مالوش ايكونوميك اللي نستخدمه، الفيول الوحيد ايكونوميك اللي يستخدم في السيرما نيوترون هو اليورانيوم 35 ليه السيرما بتاعته عاليه جدا اللي هو الفيشن كونسيبت اللي هي البروبابيلتي بتاعت الفيشن عاليه جدا بالنسبه له. فبالتالي ده هو الفيول الوحيد الفيشن فيول في السيرما نيوترون. لما لو قلنا الفاصل هتلاقي ال 35 بقى مالوش ايكونوميك العكس بقى. ما هوش ممكن بالنسبه لنا هنا ما بيستخدمش هنا كفشنج فيول. فبتلاقي 35 مليون هو بيستخدم كفشنج فيول في السينما الرياكتور.
اما في الباص حاجه ثانيه خالص مختلفين عنه ما يستخدمش هنا، فعن الفيوز مختلفه تماما عن الفيوز الاولاني. الفصل كده الاكشن بيستخدم زي ما انت شايف كده فيول جنريتد من حاجه اسمها الفرتايل فيول. الفرتايل فيول هو موجود بكثره في الطبيعه اللي هو السوليوم 232 واليورين 238. وده ذكرناه قبل كده في التيبل ده اللي موجود عندكم في المحاضرات. اللي هو التيبل ده لما اتكلمنا على الوتر الاكتوب. زي ما انت شايف كده ادي اليورينيوم ادي السوليوم وادي اليورينيوم. السوليوم كله موجود في شكل واحد في الطبيعه اللي هو 232. اليورينيوم موجود معظمه كله 238. يبقى لما اجيب لما اروح اي صحراء او اي جبل واجيب يورينيوم مثلا معظمه حوالين العالم كده 99.2%. فبقى اقدر استخدم ده حاجه اسمها الفرتايل فيول، فيول مغذي. وده في الفرتايل فيول، فيول مغذي. طب ده يعني بيهنتج منه من ده اليورينيوم 238 اللي هو مش موجود في الطبيعه اللي هو كده. من ده تجيب منه البلوتونيوم 239 اللي مش موجود في الطبيعه برضه. بينتجوا داخل الرياكتور. يبقى السوليوم 232 اسمه فرتايل فيول وخد الكونفرجن اكشن بيحوله المحاضره اللي فاتت. البلوتونيوم 238 اسمه فرتايل فيول بناخد الكونفرجن اكشن بيحوله لبلوتونيوم 239. يبقى الفرتايل فيول اللي موجود في الرياكتور هو السوليوم او اليورين او اليورينيوم 238. وبالتالي بقى في اول فيشنبل مختلف كمان هو اللي بيكون 239. الليكويد ميتال كول فصل ميتال ادابتور هو ادفانس تايم من الميتال ادابتور بيستخدم الكولنت ليكويد ميتال. ليكويد ميتال يعني يبقى اكيد ده ليكويد ميتال بس ليكويد. انت عارفين اي ماتيريال الفيز بتاعها سوليد ليكويد بيبر بعد كده جاز بتمر بالاربعه دول سوليد ليكويد بيبر جاز. طيب الليكويد هنا ميتال بس ليكويد. انا ميتال الليكويد موجود في الطبيعه انت شايفه الزئبق. الزئبق الميلتنج بتاع الوقت تحت الصفر او في الدرجه الطبيعيه العامه للجو العادي موجود في شكل ليكويد ميتال. لان درجه حراره الميلتنج موجود بتاعته تحت الصفر. مش بس الزئبق الصوديوم الصوديوم الميلتنج بتاعته 71 درجه فمجرد بس الخام كله 71 تحول يبقى ليكويد يفضل ليكويد بقى 71 لغايه 700 وشويه. فاحنا اشتغلنا بالليكويد في المسافه دي في البرنج ده. الليكويد ميتال مشكلته ان هو بيحاول يتكلم هايدر قاطع هايدر رياكتر الليكويد بتاعته عاليه جدا لدرجه ان احنا ما نقدرش نعمل برايمر لوب سكند لوب بس في الرياكتر. يعني ما اقدرش اقول عدد الابعاد ابعاد الليكويد ميتال بيشيل الرياكتر كول 100% في ستيم جنريتور اللي على طول كده ممكن ياثر على الميه. فبالتالي يبقى الرياكتور بتاعتي مش هيبقى مش هيبقى تريد لوب مش برايمري سكند زي الجوب اللي العادي يبقى معقد شويه عن كده. كان ليكويد ميتال عشان الديكور بتاع النيوترونات كان بيستخدم في الساب مارين كباور جنريشن دريفت يونت في الساب مارين او في الغواصات. طبيعي يعني عندك غواصه بتقعد تحت في مهمه تحت البحر غطسة ست اشهر. بتغطس كل الغطسة ولازم تبقى هي هي مهمتها تكون غطسة ما ينفعش تطلع فوق. تطلع فوق ده بيكون فيها اصباع. هي مهمتها ايه؟ على طول تحت. هتقعد غطسة ست اشهر. طب الباور اجيبها منين في ست اشهر؟ مش في ناس عايشة جوه؟ مش غطسة في ناس عايشة؟ طب الاكل والشرب والباور والفول موجودين جوه. فالباور اجيبها منين؟ بجيبها من شريط النيوكلر. ويهمنا الوزن. فالايكونومي بتاعت الليكويد ميتال عاليه جدا بقى بحس ان انا ايه بحجم صغير جدا. فلما يكون الحجم هو الكريتيكال يبقى استخدم الليكويد ميتال. بعد كده طور الليكويد ميتال وكان بدا الاول جنريتال يونت بالنسبه للساب مارين اللي هي الغواصات. بعد كده اتنقل بقى للدوميستيك نعمل فعلا محطوط كهرباء وليكويد ميتال جوه. بس لا قابلته صعب كتير جدا بقى. ان الليكويد ميتال عموما كلهم شاريين تفاعل مع الاكسجين. فدي مشكله يعني الصوديوم النيوتر الصوديوم بيصنف كمتفجرات. مش يعني شاري التفاعل مع الاكسجين حتى ولا اكسجين
اعمل سولوشن يوصل لك كمخدرات، فبالتالي لازم يبقى موجود في مكان موليكولته بعيد عن الاكسجين، فبالتالي ما ينفعش يتعرض للميه، لان لما يتعرض للميه هيسحب الاكسجين الموجود في الميه. هيتعب على الاكسجين، هيحلل الميه وياخد منها الاكسجين. يعني قابليه التفاعل بتاعت الصوديوم مع الاكسجين اكبر من قابليه التفاعل لو الاكسجين يروح ساحب الاكسجين من الميه ويحصل انفجار. وبناء على كده ابتدينا ما نقولش بقى ينفع السايكل تبقى تلوب. لان التلوب ليه؟ عندي لوب فيها كولنت كميتال والوركنج جول فيها اللايت ووتر اللي بتحب يموت تحول يبقى بيبر. فلو حطينا دول مع بعض وحصل اي كراك بقى لا قدر الله هينفجر المفاعل. فبالتالي هبتدي احط لوب في النص بين الاثنين دول. ده عندي حاجه اسمها برايمري لوب، انترميديت لوب، وركنج فلويد لوب. بقى اتحشت لوب ثانيه في النص كسيفتي. ليه؟ لان السوري من الاخر اكتر عشان حجمه كبير بخلي البريشر ماسك بتاعه 10 بار. وعلي اللي في النص خليها 40 عشان يقابل الميه اللي تبقى عند 160. يبقى قابليه الكراكنج قليله. ولو حصل كراكنج من ده ومن ده البريشر اعلى من هنا. فده بيقلل من يعني عندي مثلا ستة جدا اللي بواجهها لما اجي اتكلم عن الليكويد ميتال كل ده. زي ما قلنا هنا ان الميه بتعمل ابسوربشن للنيوترات كتير بتقلل الفاي اللي هو ده بتقلل الفاي سيرفر. وجود الليكويد ميتال بيعلي الفاي، ما عنديش سيرفر بقى ما عنديش ميشن بيعلي الفاي عموما تبقى مقطع 100 ضعف الريلاكتور العادي. فالباور هنا بتسبب عاليه جدا في الليكويد ميتال كل ده لان الفاي عاليه جدا. اولا ما حصلش موديليشن للفلتر، ما قللتش من الفاي تبقى سيرفر اللي مش محتاجه سيرفر عايز جمعيه كده زي ما يطلع من التفاعل مفيش تفاعل اللي بعده مش عايز مودريشن، فبالتالي مفيش ابسوربشن في المودريشن. وبالتالي زودت هيزود لي الباور لان الفاير تزيد هيزود لي الباور بخدمه من الاول. ايه الديس ادفانتج بقى اللي نرجع من الليكويد ميتال كود للاول؟ اول حاجه نقارن ان الليكويد ميتال ده كل الليكويد ميتال كلها اوبيك كلها معتمه. بص الزئبق كده معتمه. لو دخل جوه سطح مش هتشوف ستراكشر خالص. لو دخل جوه اسطح في كراكنج مش هتشوفها. مشكلتي ليه كل مثلا كلهم معتمين. كل الكتلة اللي مذكورة هنا اللي موجودة في الجدول اهي كلها معتمة. الميركري الـ NAK اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم ده اللي موجود ليكويد في الجدار بتاع الجو لأن أنا ناقص منه 211 فموجود اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم موجود شكل ليكويد رايح لحد الجو. الصوديوم نفسه 97 وشوية مديك الميلتينج بوينت طبعا الميركري 300 وشوية الصوديوم بتصل 700 وشويه الصوديوم لوحده 800 وشويه اعلى بكتير. بعد كده في حاجات عاليه جدا بقى اللي هو الليد والتجريسي كل ده ليكويد ميتال بس ده ليكويد ميتال موي ودي الايه البويدي موي. فانا اشتغل الشغل بين الاثنين دول. فمعنى كده لازم لما احط ده لازم تبقى تمشي فوق ال 232 لازم اعمل بليكي الاول السطح بحيث ما لما احط ده هو ليكويد ما يكملش. لو سطح عند 200 يروح متجمد على السطح. لا انا مش عايز كده، عايز ابقى بس فوق 300 عشان لو هاضم ليكويد ما يتجمدش. بس اخلي وقت طبعا بعمل له بريكنج واضيفه وانت بس انا بضيفه على طول سخن مش بارد. اول حاجه بنقول ايه؟ ان الليكويد ميتال ده كلها معتمه. الصيانه فيها مشكله. ما اقدرش اشوف حاجه بعينيا وهو شغال. لان معتمه، ما فيش صوره تجيبها ولا فيش كمان تجيبها للمعتم. ده اول حاجه، ثاني حاجه استخدم الماتيريال بقى الليكويد ميتال ده بيوصل جامد جدا، الليكويد ميتال ده بيعمل اوروجن يعني بيحتاج البروتين ده كله، فعايز الماتيريال تستحمل الاوروجن بتاع الليكويد ميتال. تالت حاجه الفاير هازارد لو حصل اي ليكج بقى زي ما عندي هازارد يبقى البريكوشن اللي اعملها عشان لو حصل ليكج ما حصلش ما ينفجرش المفاعل ده. اخر حاجه بقى الهايلي بروديوس برودكت الهايلي ريدكتيف برودكت اللي هي الريدكتيف العاليه جدا من الليكويد ميتال. لازم يبقى عندي خمس اربع حاجات رئيسيين، ان الليكويد ميتال ده معتم في الصيانه لو مشكله لازم انضف جامد جدا بقى عشان لما اجي اعمل صيانه عشان ده معتم اساسا. ثاني حاجه استخدم الماتيريال اللي اختارها في الاسطح بتاعت الفيول والفتره بتاع المواسير كل الاسطح بقى اللي تستحمل الكلوجن بتاع نتيجه الفلو. ثالث حاجه اللي ممكن يحصل لي فايلنج في اي وضع لو حصل اي ليكج. رابع حاجه اللي هيكتب لي حاجه اسمها ريديو اكتف. ده اللي بيخلي بقى الريكوشن اللي جاي بعد كده ان السايكل هنا بالنسبه لي ما هيش
تو لوبس، مش برايمري وسكندري بس، برايمري وانترميديت وسكندري. عشان اعمل ايه؟ عشان حاجتين، يبقى عندي بدخل الاثنين دول، اللي ابعد الاثنين برودكتس عن الوركينج فلود يروح التربينه، لان اضطر ادخل التربينه جوه زي الجاز كونتراكتور او جاي زي البي دبليو ار او البيتش دبليو ار، اضطر ادخل التربينه جوه الرياكتور، ما كانش كده. فعشان ابعد الاثنين برودكتس اللي جايه هنا بعمل تو باريرز حاجزين للرياكتيفيتي. في بواسير بتاعت البرايمري تشينجر بين الليكويد ميتر العد على الميتر فلكس والليكويد ميتر الموجود كريتنج ترانسفير ميديوم في السكندري لوب. في مواسير بين الفيرم اللي هو الريتنج ميديوم في السكندري لوب وبين الميه اللي هتطلع ايفابوريشن. ففي تو باريرز من الايه؟ من الريديو اكتيفيتي. تاني حاجه لو حصل ليكج دايما يبقى الكلام ده كله موجود في سبيس في انر اتجاه عشان ما يلاقيش ايه اي اكسجين. يبقى الاكل ده كله موجود بحاجه اسمها ارمون كفر. تاني نسحب الهواء كله نعمل ايفاكيويشن ونضخ بدل الاربون ايفاكيويشن اربون لغايه ما نلم المكان كله اربون. الاناليسيس طبعا بيقيس ما فيش اكسجين لغايه ما نتاكد من كل اربون يبتدي بقى نحط بقيه الكومبوننتس بتاعتنا. بقيه الكومبوننتس بتاعتنا وبقيه الليكويد ميتال كله في اربون كفر. يبقى لو حصل اي ليكج مش هيبقى اكسجين. يبقى عندي اربون كفر داخل الاكل كل الرياكتور. يبقى البرايم اللي هو سكند والترميد كلهم في اربون كفر زي ما نشوف دلوقتي. عشان لو حصل اي ليكج من اي نوع ما يلاقيش اكسجين عشان يحصل فايرنج. ليه؟ مش مقولة هو ليكويد ميتال. الوركينج فلويد. عشان نشوف ناخد الاول ده البريدنج ريأكشن او ده الكونفرجن ريأكشن بيحول الوركينج من 38 للبلوتوني 239 اللي هو مش موجود في الطبيعه. زي التاني بالظبط. بحط اليورين 238 جوه الرياكتور بيتعرض للنيوترينات زي ما بقيت هيتعرض للنيوترينات بيحصل كابشر فاليورين ده بيمتص النيوترون بيتحول اليورين 239 ده ريديو اكتف حاجه اسمها هاف لايف 24 دقيقه. يعني لو قلت عندي 1000 تفاعل بالشكل ده حصل زيرو تايم انتج لي 1000 نيوكلاس 239 بعد ال 24 دقيقة مستوم بيبدأ زي ما هو مستوم يتحول التحويلة دي. بعد 24 دقيقة تاني مستوم يبدأ زي ما هو مستوم يتحول التحويلة دي. بعد 24 تاني مستوم يبدأ يبقى 1500 255 125 كده. يبقى بعد فترة بعد 24 دقيقة مستوم يتحول التحويلة دي يتحول من يورينيوم لبتنيوم. ليه حصل التحويل ده؟ لان الانرجي بتاعت النيوتر هنا عاليه دخل جوه عالي غصب عن النيوكلس اللي هي كانت ستيبل. النيوكلس ده موجود ستيبل في يعني ستيبل في الطبيعه ما فيش ريدكتيف. يعني التوزيعه دي اللي هي كام 92 بروتون والفرق ده اللي هو 146 نيوترون كانت متوزعه بانتظام. كانت متوزعه بشكل بعد انا حاجز كل النيوترون بيلعب بعضين. فكانت التوزيعه ستيبل. دخل نيوترون مع انه دخل نيوترون مش بروتون. لو دخل نيوترون زياده ده زائد ده كده وزائد ده كده لخبط لي الدنيا بقى. لما لخبط الدنيا حول من عنصر مستقر لعنصر ايه؟ غير مستقر. فلو هو يقدر ياخد النيوترون ده يرميه تاني ما كانش يستقبله من الاول. فاهم انا بقول ايه؟ يعني النيوكلاس البايندنج انرجي اللي جواها ضعيفه، لو هي فيها عاليه ما كانش دخل من الاول فبالتالي مش هيقدر يرميه تاني. فعايز يحول لعنصر مستقر بقى بشكل تاني. فيروح عامل ايه؟ تيجي البروتون ده يروح متحول النيوترون ده بيتحول لبروتون تحول العنصر يبقى 92 93 بس ال 239 زي ما هي. انا قلت كده النيوترون عليه الشحنه المجاوره السالبه عشان كده هو النيوترون. فانا فقد الشحنه الايه؟ السالبه يتحول لبروتون. نروح العنصر اللي بعده برضه مش مستقر يروح فقد الواحد جاي من اصل بقى النيوترونات المتضاره اللي في النيوكلاس تتحول لبروتون تاني. يروح العنصر اللي بعده اللي هو اليورينيوم اللي هو البروتوني 294 239 يبقى ده بيطلع لي ميتا ديكريت كل الفايل يعني طلع الالكترون طلع الالكترون من داخل النيوكلاس. البروتوني ده بقى يتعرض للنيوترونات يطلع لي في يعمل لي احسن فيشن. ممكن يحصل فشل البلوتونيوم بس فشل قليل جدا مش محسوس لكن اللي حصل فشل اكتر هو البلوتونيوم. كل اللي موجود هنا متعرض للنيوترونات. ما انا قلت لو قلت ده الكور بتاع الابتون المدرج ده فالنيوترون رايح جاي
ما بيفرقش بقى اللي شايفه شايفه. يعني انا ماشي بالخط ده لقيت النوكل بتاعت الاكسجين لخبط فيها، لقيت النوكل بتاعت الجي لخبط فيها، لقيت النوكل بتاعت اليورينيوم لخبط فيها، لقيت النوكل بتاعت النبتونيوم لخبط فيها، لقيت النوكل بتاعت البلوتونيوم لخبط فيها، اي حاجه بيلاقي لخبط فيها. عشان كده قلت لك اليورينيوم موجود يتعرض للنيوترون يتحول من ايه؟ اليورينيوم 39 ده اللي بيبقى ده يحصل له ديكي داخل الريأكتور يتحول من هنا لهنا للبتونيوم، يحصل له ديكي يتحول للبلوتونيوم. السايت دي تاخد كام؟ 27 2.3 يوم، يعني 2.3 عن يوم يعني كام؟ قول 60 ساعة. 24 قول 60 ساعة. يبقى 60 ساعة يتحول من بيتحول من اليورينيوم للبلوتونيوم. طب انا عايز ابدا ادور من زيرو تايم. عايز الريأكتور ده مجرد اعمل له ستارت يحصل لي باور. فاعمل ايه؟ اروح جاي للريأكتور اهو لو قلت دي الباتش اللي بتاعت الفيلم اللي هو الريأكتور نحدد كام من 15 ل 20% من البلوتونيوم 39 والباقي كله اليورانيوم 238. فمع الوقت بيحصل كونفرجن ريأكشن ده اللي هو اليورانيوم بيتحول لبلوتونيوم والبلوتونيوم التاني بيفشل. مع الوقت اليورانيوم بيتحول لبلوتونيوم واليورانيوم التاني بيفشل. فاجي اروح حاطط من بره يورانيوم 238 اعوض ايه بقى؟ مع الفيول اللي بتاكل. طبعا الوضع مش كده، مش باخد حته على جنب كده واعمل الكلام ده لا. ده الوضع زي ما زي ما درسناه قبل كده ان الاكل ده هيتروجينيس اكل. نرجع على الرسمه اللي بتقول الكلام ده زي ما شرحناها بقى في الجهاز كله ده بالظبط نشرحها هنا تاني. قال لي التوزيع بتاع الفيول الفيول داخل الاكل كله اهو. ده الكونستكشن بتاع الاكل. ده البارش اللي هو الميتاليك شيل اللي هي بتحتوي على الليكويد كده. وده شكل الفيول تنس مربعات مربعات مربعات. مفيش هنا ايه جرافايت، مفيش موديريت. فمربعات فيها فيول تنس، مربعات فيها ايه كنترول رود عشان باور تتحكم على الباور. فلو قلت ان لو خدت مربعات فيول تنس عباره عن رينج خارجيه كده، الرينج دي فيها 100 كلاستر بالنسبه للدينامي دي احط 15 من 15 رينج كلاستر فيول بلوتونيوم الاول والباقي كله يورينيوم. ممكن يبقى اليورينيوم ده ما هوش يورينيوم بس اليورينيوم اكسايد دي او 2. فبرضه النيوترون مش شايف الكيميكال كومباوند ده، هو بالنسبه له كومباوند نيكروس يورينيوم واثنين واثنين اكسجين. شايف الوضع ده كده مش شايف الربط اللي ماسكهم ببعض. فلما يتفاعل مع ده لو حصل فيشن الربط دي تتفرق ما حصلش فيشن تفضل موجوده. يعني لو حصل كابشن بس بيفضل الربط دي موجوده. هيتحول بقى من اليورينيوم اوكسايد للبلوتونيوم اوكسايد اللي هو اليو يو او 2 برضه. اول اليورينيوم اوكسايد للبلوتونيوم اوكسايد. لكن لو حصل فيشن هتتفركش الرابطه دي بقى. لان اليورينيوم مش هيبقى موجود اساسا. هو البلوتونيوم مش موجود في الطبيعه اصلا. بالظبط. وانا ابتدي بقى اتفاعل زي ما ايوه الله ينور. بجيبه منين؟ ده اسمها بجيبه منين الاول؟ بالظبط كده. هنقول بقى كده. لو فرض بقى نرجع للتكامل بقى اللي معانا ده اسمه كونفرجن ريأكشن. لو كونفرجن ريأكشن ده حصل بريد مثلا 1000 ريأكشن بالمينت كده الكونفرجن ريأكشن ده حصل ب 1000 ريأكشن بالمينت يعني طلع لي 1000 نيكولاي بالمينت ده اسمه كونفرجن ريأكشن. في قصاده فيشن ريأكشن. لو فيشن ريأكشن ده حصل بنفس المعدل 1000 الاكشن بالمينت يبقى ده قد ما يقول ان الفيول بيحصل له فيشن اسمه كونفرتر ريأكشن. لكن لو الكونفرجن ريأكشن ده حصل بمعدل 1200 فيشن بالمينت او الكونفرجن بالمينت ولا 1000 بس يبقى عندي 200 زياده من هنا. يبقى فيول زياده كواليتي. يبقى الاكشن اسمه بريدر ريأكشن. ده الفرق بين الكونفرتر والبريدر. الكونفرتر بيولد فيشن فيول قد ما بيستهلكه. يتولد في الكونفرجن قد ما بيستهلك في الباور جنريشن ما ده يستهلك. لو اتولد النبرس وراح وحصلها فيشن خلاص يبقى الاثنين بتبقى لبعض يبقى اسمه كونفرتر بس بيولد فيول بيديه الباور بس.
لكن لو حصل بقى ان التواليت دي اكتر من استهلكته كباور يبقى بيطلع لي فيول زياده وده اسمه بريدر اكتف اجي مع الوقت اطلع منه فيول بقى زياده او يبقى حتى عندي بريدر اكتف بس مش باور جنريشن انا حاطط الجنريشن عشان احول يبقى بروتوني بس مش باور جنريشن يولد منه فيول فبقى بريدر اكتف باخد منه فيول اشغل بيه الاكتف العادي اللي عندي ده اقول تاني الحته دي لو المعدل الاكشن ده اللي هو الكونفرجن الاكشن ادي معدل الفيشر رياكشن نرجع بقى الفيشر رياكشن الفيشر رياكشن هو ده نرجع له كده ادي الفيشر رياكشن لو معدل التفاعل ده ادي معدل التفاعل الثاني يبقى ده بيولي النوكلايد ده بيبقى له مستهلك يبقى اسمه ايه؟ كونفرتر ريأكشن لكن لو حصل المعدل بتاع الكونفرشن ريأكشن اكتر من المعدل بتاع الريأكشن ده يبقى يولي لي فيول زياده بس اسمه بريدر ريأكشن لو بيولي لي فيول ازيد من المستهلك نيجي بقى نروح للباور بلانت اللي هي النيوكليوزيتد تكون من البرايمري لوب او النيوكلر فلويد لوب انترميتد لوب ووركينج فلويد لوب البرايمري لوب فيها اربع مكونات رئيسيه الاكتوب برايمري هيتكس تشينجر مش ستريكتور بقى بريشرايزر جاز بريشرايزر يعني ده ليكويد الكولا التانيه ليكويد بعد كده سيكريتيك بامب يبقى فيه ايه بقى؟ اهو ايوه ده اكتر جاز بريشرايزر ما مش بيه ولا حاجه الليكو ده مش بتاعت اوبريشن جاز بريشرايزر برايمري تشينجر سيكريتيك بامب والليكو الميتال هنا هو الصوديوم بعد كده سكند جو برضه ليكو الميتال صوديوم بس هي ترانسفير فلويد بيت الحراره من الرئيس الثاني من السيم جنريتور يبقى دي فيها ايه؟ بارامتر تشينجر سيم جنريتور سيبريتنج بامب ولوكينج فلويد بقى زي المحطه العاديه خالص بس مع البنزين هيدر هنا بقى هيت تشينجر مش ايه؟ مش ما يحصلش فيه كومبشن بقى عندي ثلاثه لوبس الليكويد ميتال بيخش كليكويد كول كليكويد كول 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 او كول بيحصل له هيتنج بعد كده عندي جزء من الشرايط عشان احافظ على مستوى الضغط بعد كده نشوف الحراره تاني ايه في البراند تشيلبر بيسخن بقى السكندري فلويد او البراند تشيلبر اللي هو النيوتروسن ميديم فلويد بيبرد بقى في السيم جيوتر ويبقى احسن سيركليشن فالبامب بتاخد الفليكشن اللي موجود في الدايره دي او الدايره دي بامب دي او دي يبقى عندي ثلاث لوب دايما لوب ترميد لوب وركينج فلويد لوب هنا الكولنت هي صوديوم مولتن صوديوم الترانسفير فلويد مولتن صوديوم ويركينج فلويد لايت ووتر بقى في عزل دلوقتي بين الرياكتور وبين ايه؟ وبين اللي بيحصل في ايه؟ بلاقي بردار الرياكتور لكن دول كلهم جوه الرياكتور جوه الرياكتور بينهم يبقى في ماسور ستيل خارجه وماسور ستيل لوتر داخله بس زي كده يبقى دول ده الرياكتور بيلدنج اهو يبقى في مصير انفجار خارجه ومصير ميه داخله. يبقى ده الاكتر بيلد. كل المكونات دي الاكتر البريشرايزر بالبرايمري اكسشنجر بالسكريتنج رام السكند اكسشنجر بالسيم جيلد كلهم موجودين في هنا في بيلدنج لو ضغطت في هنا في جهاز لو كلهم سبميرجن في ليكويد ميتال بالشكل ده لا يبقى كده لا يبقى كده دي اسمها اللوب سيستم ودي اسمها البول سيستم الاثنين موجودين حوالين العالم هنا عندي الاكل هو منفصل لوحده سيمجيت البرايمري كي منفصل لوحده سيمجيت منفصل لوحده في بايبنج منهم وكل دول موجودين داخل بيلدنج مليان هنا ارتجال لو لقيت كل دول بقى مقصين في ليكويد ميتال زي ما انت شايف كده كلهم مقصين في ليكويد ميتال برضه الضغط هنا ارتجال بس مول سيستم وده اسمه ايه؟ لوب سيستم ده مستخدم وده مستخدم
ده هيحتاج تشارج من الليكويد ميتال اعلى بكتير طبعا من ده لان كلهم رابطين فيه. فده هيحتاج تشارج من الليكويد ميتال اعلى بكتير. خد بقى الفوليوم ده كله مثلا عند 700 درجه. مش هيبقى بس عندي ريفلكتور عشان الالكترونات بس، ده عندي كمان عزل. يعني عندي سيمبل يعني عندي طبقه ريفلكتور عشان الفلكتور ما يطلعش بره. يبقى اول طبقه نيل. قبلها في طبقة عزل عشان اعزل المكونات دي عن النيل، لان التمبريتشر هنا كام 700 درجة، ده لوكو يمتر كله فوق 700 درجة مئوية. يبقى لازم في طبقة عزل الأول، بعد كده في طبقة اللي هي بعد سيمبل انسوليشن ونيوكلير انسوليشن. طبقة عزل سيمبل بعد كده طبقة عزل ايه نيوكلير اللي هي اللي بتفتكر. وأنا أنت أحسن. أنت أحسن. ما انا مش عايز البيت اللي على كده لابس ده يبقى 700 درجه مئويه. لا قصدي بنفرق من ده. لا ده موجود، ده موجود كابلكيشن ولا دي دول ولا في دول. ده موجود كابلكيشن ولا بيقول ابلكيشن. كل دوله بقى بتروح للاندستريه اللي هي متخصصه فيها. متخصصه بمعنى ايه؟ بمعنى ان عندي مراكز ابحاث وجامعات شغاله في المجال ده. يعني لما انا اقول مثلا اللي كنا بنمشي 750 عايز ارفعه 660 مش يلا ارفعه ناقص 660 لا ده لازم اعمل بروتو تايب وارفع 660 واشوف تاثير الكلام ده ايه الاول عشان وبعد كده لما اطمن كل حاجه ثابته ارجع اطبقه على الموبايل اللي عندي بقى. يعني وفي ابحاث كتير جدا بقى وجامعات ومراكز ابحاث وهيئات شغاله في الاتجاه ده عشان تعمل سبورت للكلام ده. يعني لو ربنا قدر واحد فيكم طلع بره وشغل هنا فعلا الكلام اللي بقوله ده. اشتغل مثلا مع الناس هيشتغل في حاجات خاصه بكده. هيشتغل مع اي طاقه نظريه في اي دوله هيشتغل في حاجات خاصه بكده. اذا انا سبورت مراكز بحث بيبحث مثلا في ديكو 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 بس مش شغلانه من دي. هتبقى حضر كل انواع ديكو ديكو هتبقى طبعا احنا بنتكلم بقشريات. ده في كورس واحد اسمه مش اللي هو الريدكتيفيتي. الريدكتيفيتي ده قسم واحد اسمه الريدكتيفيتي. اللي هو اشعاع وجاي منين ومصدره ايه والماتيريالز اللي بتتحط على الاشعاع. ده كورس بكام؟ ده برانش كام اسمه الريدكتيفيتي. ما كل اللي موجود هنا متعرض للالكترونات. طب تاثير الالكترونات على كل اللي موجود ايه؟ ده موضوع كبير جدا. وبالتالي ايه الماتيريال اللي استخدمه ولا ما استخدمهاش؟ اشمعنى استخدمت هنا مثلا الماتيريال ما استخدمش الماتيريال دي؟ دي خدنا كان زمان ميركوري بعد كده بقى صوديوم بوتاسيوم بعد كده بقى صوديوم بس. لقينا الصوديوم بوتاسيوم ما ينفعش يستخدم في التمشيات العاليه لان الريتي كود البوني كود بتاعته قريبه 700 وشويه لما عايز 780 ده كريتيكال بقى بالنسبه لي اسهل ايفابوريشن. لا يبقى نروح نقلل الصوديوم بس اللي هو 780 بالنسبه له لسه في ايه 100 درجه تحت الايفابوريشن. فالحسن فلكتويشن باللود ما يحصلوش ايفابوريشن. ما ينفعش بقى الشمس 180 والبويلنجز 185 طب مثلا احسن برضه يجي مع السطح. فاهم قصدي بقول ايه؟ فلما حبينا نعلي التمبريتشر ما ينفعش لا نروح للي بعده. الصوديوم بوتاسيوم ده بيستخدم ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم ده ايوه الطبيعه موجود في الطبيعه ده الوي ده الوي اسمها صوديوم بوتاسيوم من باور اسمه صوديوم بوتاسيوم ده ميتال وده ميتال مش ميتال وجاز الصوديوم ميتال والبوتاسيوم ميتال. زي ما قلنا اللي عندي لو يبقى عندي بول سيستم او لوب سيستم. بول يعني كل المكونات متوصله في البول او لوب كل المكونات متوصله بواسير. طبعا لوب سيستم امن من بول سيستم لان بس لازم تعمل اكسبانشن المواسير دي لازم تعمل اكسبانشن لان بتبقى حجم مواسير كبير زي ما شفت اكزامبل كده. عندي بقى زي ما قلت كده ان اللوب سيستم الليكويد ميتال بيستخدم في امريكا طبق في امريكا روسيا وفي المانيا وفي اليابان. والبول سيستم مطبق فرنسا وانجلترا وروسيا. روسيا مشتركه بين الاثنين. فاكزامبل على الرياكتور ده اللي عندي حاجه رياكتور اسمه تينك ريبر فاصل كده رياكتور في امريكا. ده على اللوب سيستم. رياكتور اسمه سوبر فينكس ده فرنسا ده على اللوب سيستم. يبقى في رياكتور اسمه كليك ليبر رياكتور باور نيكبر او الفاز بين رياكتور باور لاب مع واحد اسمه سوبر فينكس فاز بين رياكتور باور لاب.
ناخد نظام ده بيقول ايه؟ فوزاليك ميتال كولد رياكتور باور بلاند شورت ان ذا فيجر هو ده يعني رسمناه لك عشان ما ترسموش انت. انزل انفورميشن ليست بلو كالكوليت السي ماس ورك اللي لهم من هنا كام؟ المليون تسليم الكام؟ ده باور بلاند هو نفس الفيشنس يعني من اول الفيشن هنا لغايه باور هنا الفيشنس قد ايه؟ مديك ايه بقى التي ايه اللي هي دي؟ 525 دخلنا ولا لا الدخل التي بي دخلنا ولا اكتر 665 يعني المولتي صوديوم بيشتغل كام 140 درجه مئويه من 525 ل 665 الكمبشن تي سي مش مديها لك مدة بعد كده التي اي اللي هي دي 565 ومدة التي اف اللي هي دي 400 اي كيور الدخل دي 1050 ميجا وات الورك بتاع البرايم روم هنا الكيبرنج وان 40 ميجا وات ورك بتاع السكر الكربونيك روم 40 ميجا وات دي واحد 180 بار و 540 درجه مئويه وعملناها كده ليه؟ عشان ما عملش ستيم سيباريشن يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليه احنا خدنا البريشر واطي والتمبريشر هي اللي عاليه؟ نحاول نرسم الكلام ده على الفيس دياجرام او على الايه على الفيس دياجرام فينس الكلام على الفيس دياجرام تاخد التمبريشر ليش ده 540 درجه ده الفيس دياجرام نقول كمان ده سيتويشن فاليو ده 540 درجة مئوية، اللي هو الرقم ده 540 درجة مئوية، مبدأ البريشر 170 بار ده نفس البيت نفس 200 مبدأ هنا، مبدأ 80 بار نفس البيت هنا 200 على اليمين وده كمان نفس البريشر استحالة تعمل اكسبانشن من هنا لشهر استحالة تعمل اكسبانشن من هنا لشهر ده تدفع لغاية شهر الوقت جدا لكن لما اعمل فانكشن من هنا اقدر اكمل من هنا للاخر. لكن البريشر واطي والكونجيشن عاليه مش هقدر اكمل اكسبانشن للاخر من غير ما اعمل بدون. خلاص كده؟ ده يقول لك ليه البريشر واطي والكونجيشن عاليه؟ فالسين مسموح على 80 بار و 540 درجه مئويه. البي 2 بيوقف على اللوبي تايم هيتر اللي هو ده 26 بار، بي 3 بيوقف على بي 3 ونص بار، بي 4 ونص 700 بار. دي 6 اللي هي دي 46 درجه 7 و 100 بار ده التمبريشر 38 درجه بدانا من 46 يبقى في جزيره ريتا زي الاول ترفع من 38 ل 46 زي ما خدنا في المحاضرات قبل كده دكتور هو ليه انا ما بستخدمش ستيم سيميوليتر؟ ايه؟ ليه ما بستخدمش ستيم سيميوليتر؟ بتستخدم ايه؟ ستيم سيميوليتر ونفس الكلام ليه ما بستخدمش ستيم سيميوليتر؟ ليه ما بستخدمش ليه؟ هي هي هناك ببدا بال 80 بس ببدا من هنا. فجاست انك تعمل اكسبانشن في البريس فاكشن نزل لازم تقسم البخار وتعمله ريليف. عشان تكمل اكسبانشن للاخر. ده الفرق بين الثلاثه. هتلاقي البيت عامل الارض يبدا ب 60 بار ب 60 70 بار سيتريت بيبر. بعد هيبقى شاطر لازم تعمل سيباريشن وتعمل ريليف الاثنين عشان تكمل اكسبانشن لغايه الكونفنس. محطات الفوسل فيول العادية بتبدا 170 بار و 540 درجة مش هتقدر تكمل اكسبانشن داخل ده مش هتقدر جامد لازم تيجي في مرحلة تانية للهيل المحطة دي ببدا ب 80 و 540 فرحت على اليمين خالص فاقدر اكمل اكسبانشن داخل وزود الهيل وزود مش اكسبانشن يمكن ايه بقى؟ بص على الرسمة هتفهم عشان بدانا ب 80 بس لو علينا 160 لازم اعمل ايه؟ لو خليت دي ساتوريشن بدل الصور الصور ايه؟ لازم اعمل سيميليشن اعمل ايه؟ زي ما قلنا دي 6 46 اعلى ب 8 درجات من الساتوريشن. يبقى طبعا ده غير كام تمام جابتها بجزيره ريتا مش مذكور هنا مش مهم. المهم بتبدا اساسيين من 46. سي بي ان ايه؟ سبيسيفيك هيت واطيه جدا بقى 15% كيلو جرام جنيه. الاكسبانشن بتصير في السليب تايم اذا الدنيا 37 كنت 7 كنت 7 كنت 100 كنت 197 في 10
بتساوي دي 7 زائد 3 درجات. يعني او دي 7 بتساوي 10 زائد 3 درجات. نشوف كده نمسك الاكسبانشن لاين. هنا 80 بار و 170 جيتو بالفرق هنا. اعمل الاكسبانشن من هنا بقى الكونفرسر ووصله ستريت لاين. اجيب بقى الست 3 والست 2 من الست تايم. يبقى اعمل اكسبانشن من 1 لغايه 700 بار. اجيب 4 ايزوتروبيك وبالافشنسي بتاع التربينه اجيب 4 بنقطه 4. اوصل 4 لواحد ستريت لاين اجيب بقى 2 و 3. عند كام؟ عند 26 بار و 3.5 بار. طب ده اوبن كارب هيتر، فاللي خلي بالك ساتوريتد ليكويد. الثمانيه دي هي ساتوريشن عند 26 بس شمال نعرفها. طب ده كلوز كارب هيتر، اللي خارج هنا هو اللي ساتوريتد اللي هو 10. ساتوريشن عند كام؟ عند 3.5. الترميشن بتاعته معروفه. السبعه اقل هنا ب 3 اللي هو اللي بيسخن. يبقى جبت دي 7 وعارف دي 7 اللي هي 26 بار جبت اتش 7. وعارف اتش 6 بي 6 اللي هي 26 بار اللي بترفع من هنا لغايه الهيتر ده. يبقى جبت اتش 6. اقول تاني اتش 1 جبتها عند 80 و540. نزلت ايزنتروبيك نزلت ايزنتروبيك ال 80 و540 لغايه 700 جبت اتش 4 ايزنتروبيك. بالافيشن بتاع التربينا بجيب اتش 4. حددت نقطة 4 وصل خط مستقيم من 4 و 1 على الاتش اس طبعا الكلام ده. تقاطعوا مع 26 بار جبت نقطة 2، تقاطعوا مع 3.5 بار جبت نقطة 3. فجبت النقطة على الاكسبانشن لاين. تيجي النقطة على الفيت لاين بقى. 6 مديني 46 بس مش مديني بريشر. فالبامب ده هتدفع منين؟ الكوندنسر الهيتر ده. طب الهيتر ده 26 يبقى الضغط 6 زي 7 26 بار. طب 6 46 46 درجة 26 بار جبت نقطة 6. تيجي بقى بالراجع اللي خارج هنا ساتيوريتد ليكويد اللي خارج من كل هنا ساتيوريتد ليكويد يبقى اللي خارج هنا هنا وهنا وهنا يبقى دي 8 هي دي ساتيوريشن عند 26 بار او اتش 8 بتساوي اتش اف عند 26 بار اتش 10 بتساوي اتش اف عند 3.5 بار يبقى دي 10 بتيجي ساتيوريشن عند 3.5 بار تطلع منها 3 تجيب دي 7 جبت دي 7 و26 بار جبت اتش 7 اتش 5 بتساوي 6 ريجريت في البامب وورك واتش 9 بتساوي 8 ريجريت في البامب وورك. ادي الدفع اللي في المستند من فين الحل؟ ايوه. الليكويد بيتر السوستيك بتاع ان هي صح بستعمله ان انا بستعمل لاين يعني ايه؟ والله مظبوط الكلام ده مين؟ بنقول ايه؟ الميه ممكن تستخدم ايوه الميه ممكن تستخدم سيرتيكالي في الفصل بيتر الاول بس الكروك ساعات واطيه جدا تمتص جزء كبير جدا من الكرونات. يبقى السيجما اللي كنا كاتبينها هنا ال اف الفاي هتنزل جنب. انا قلت من شويه هو هيكتبها تاني ان كيو كيو داش تتناسب مع الفاي تتناسب مع ال ان اف اف تتناسب مع السيجما سيجما فيش اي واحد تقول ينزل لك الباور فوجود الميه هي 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 بتحصل في جزء كبير من الريتورنال فالميه ما تنفعش تشتغل ككولنت في الفصل جدا قوي اللي هو الكلوك سقف عاليه جدا انا بروح له ليه؟ لان حجمه بيبقى صغير جدا بيطلع باور عالي لان الفاي عاليه جدا فيه لان الفاي فاست مش تقدر فعاليه جدا توصل ممكن توصل 200 ضعف العادي يبقى الضعف العادي الفاي دي 1 في 10 و13 وده مثلا 5 في 10 اس 15 يا 500 ضعف فبالتالي الباور بتبقى عاليه الدنسيتي بتبقى عاليه جدا فيه هي السيمنا كوندكتيفيتي بتعمل ايه؟ بتزود سيرفيس اريا غصب عني لان الاتش فانكشن كير وتخليك التمبرشر ديفرنس اكروس الكولنت كبير كولنت على الوسط سخن جامد على الكولنت اللي في الكور بالديفيوجن بتاع الهيت مرتبط بالكي طب الكي واطيه يخلي بقى سطح قريب من الكولنت قريب من السطح هيبقى الكميرات بتاعته عاليه والبعيد واطي جدا لان الديفيوجن بتاع الهيت قليل يخلي التمبريشن ديفيوجن مور ستيبل عن الاول لان الكي بتاعته واطيه والسي بي بتاعته واطيه بتخلي برضه الماس روت يبقى عالي عالي شويه نكمل كده بنقول بعد نروح بعد كده انا بقول دايما لو مديني كيو بمشي ستريت فورورد من الاكشن والتطالع
لو مديك الباور تمشي باك فورد من الجيوت من التراجع. يعني لو مديك الكيو تمشي كده، لو مديك الورك تمشي العكس. لو مديك الكيو يبقى تمشي من الاكسل وانت ماشي عشان تجيب منها الورك. لو مديك الباور يبقى تمشي بالراجع تجيب بقى الموديول السين. عشان تجيب نص تنزل وجايب الموديول واحد بكام موديول اثنين بكام الاول. يبقى عشان تعرف انت تمشي ازاي، لو مديك الكيو يبقى تمشي السين فورد كده، لو مديك الورك يبقى تمشي كده. نروح بقى هنا. انا عندي في واحد اه دايرين في ام دايرينج مش مديني تي سي ولا مديني نفس الوقت ماشي هنا في الدوت درايفر. يبقى دي مجهولين هنا. روح هنا برضه مديك تي اي اه مديك تي اف ماشي، لكن مش مديك ام دوت اي ولا تي بي. هنا معدلتين وهنا معدلتين، يبقى هنا معدلتين وهنا معدلتين. المعدل هنا بتاع الكيو، طب الكيو نفسها مش معروف، لا الكيو معروف يبقى دي معدله، والباور بتاع الباور معروف يبقى دي معدلتين. روح هنا لما تيجي هنا تلاقي بقى الكيو هنا الريكت معروف اللي جاي من البرايمري سكندري، الكيو نفسها معروف والباور معروف هتحل السكندري لوب. بعد كده تروح ماشي جايب الستيل. يبقى احنا نمشي كده الاول في الحل، بقول بقى الكيو قالت بيسبب مولود برايمري في السي بي ان اي بالتي بي ناقص تي اي. الكيو 1050 ميجا وات، السي بي السي بي عندي المولود برايمري مش معروفه، جبت المولود برايمري. نروح بعد كده نجيب ال W دوت برايم اللي هو السبريدنج بامب باور. طب المولود في السي بي ان في تي بي ان سي سي تي سي اللي مش معروفه جبت تي سي. بحلف البرايم لوب. نروح للترميديت لوب. كيو برايمري اكستشينجر. من ناحيه البرايم لوب المولود برايمري في السي بي ان في تي ان سي سي سي. طب المولود الترميديت في سي بي ان في تي ان سي دي. التي دي مش معروفه والمولود الاي مش معروف. ادي معادله. نكمل بعد كده. بجيب تعرف ان دوت اي نرجع للباور الباور بام دبل دوت ترميد مسبب دوت رايت لا تقدر ترميد دي اي مش دي. بنعملها كده عشان معلش دي اي دي اي بيمودوت اي سي بي ان كده. جبت علاقه ثانيه بين مودوت اي والتي دي عملتهم مع بعض كانت مودوت اي والتي دي. لاحظ بقى المودوت برايمري طلعت بكام؟ 48701.3 كيلو جرام في الثانيه. لو قلت الرو بتاعت المولت بيتر عند التمبريشر دي افرج 650 كيلو جرام في الثانيه للمتر مكعب. 750 كيلو جرام للمتر مكعب. يبقى الـ V دوت بكام؟ هدي هنسيبها كده 48701.3 على 750 كيلو جرام للمتر مكعب. وكم متر في كل سكند؟ احسب يا جيم 48701. احنا بنعلق ارقام، الارقام ليها دلاله مش مجرد رقم، مش رقم ليه دلاله معينه. 64 متر مكعب في الثانية. طبعا ده ليكويد ميتال، ده بنوسي لازم نمشي بسرعة عاطفة. اسم على 1 متر في الثانية كم نوسي؟ يبقى كم كونسكشن ده لازم؟ 64 متر مربع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخط ده قطره كام؟ 9 متر. 9 متر. يعني خد قول بالايه؟ قول قول بعرض المدرج ده. عشان تتخيل بقى الباور رينج ده ايه؟ اذا كان الخط ده 9 متر يبقى الكور ده يبقى كام؟ 1050 وقت كده يعني. نفس الكلام برضه هتجيب انت انترميديت 33000 44000 وشويه. نروح بقى رايحين بقى للسكندري كيو ستيم جنريتور بيساوي ايه؟ المنيوت ستيم بنش واحد عنده 9 بنش واحد عنده 9 عندي المنيوت ستيم مش معروف دي بتساوي المنيوت الكبيره في سي بي ان دي كلهم عندي. طلع المنيوت ستيم بتاع كام؟ 386.4 كيلو جرام في الثانيه. البالانس المفروض استخدم ايه؟ اجيب المنيوت ستيم البالانس. نروح اكسبانشن باي. اكسبانشن باي كم مرحله؟ اهو بالنسبه لاكسبانشن باي ثلاث مراحل. الميلود واحد بتكمل الميلود بتكمل لغايه هنا، بعدين الميلود واحد بتكمل الميلود اثنين، ثلاث مراحل.
طلع بالنسبه لي الباور بتطلع 600 ميجا وات. لما اقسم 650 ميجا وات على 1050 اديني سيبل افشنسي بتاع الجهاز 34 86%. الشركه ستيم كونسومشن كان ايه موديل ستيم كان 386 على 366 بتطلع كام بكام بقى؟ لا حد حوالي كام كيلو جرام لكل كيلو وات ساعه؟ 386 و4 من 10 على 366 و4 من 100. يوم بيع فين دي؟ بقول لك كيلو جرام بالكيلو وات اور مش كيلو جرام بكل ميجا وات سكند. فالورك بيجو رام اللي هو اللي قدام التوب 10 بين يعدي 1200 1250 1300. لكن هنا الرام اللي بيقول اللي هو الهاتر ستون بي 1 وبي 2 سكشن 2 عليه ريشارج هاتر ريابتور باور بلانت اي بي 1000 سكشن 3 عليه بويلي بوت ريابتور دريسلين 1 و2 سكشن 4 عنده كارنت باور كارنت ريابتور باور بلانت. كل الكلام ده بيسالك امتى؟ يوم الامتحان 7/6 يبقى الامتحان جاي معاك بالبورد ده يبقى في البورد وفي امتحان شفوي وفي امتحان ايه؟ عمل سبب يوم واحد ما تمسكش على ايه اللي عليه الاكتر ده بيقدم عليه الريبورت من 10 ل 20 صفحه سكشن 2 عليه الاكتر ده الاكتر ده كمان ريبورت سكشن 3 عليه الاكتر ده عليه ريبورت سكشن 4 يقدم على الاكتر ده يقدر باور بلاي نقف هنا عند الحته دي بنقول ان اي محطه كهرباء تخص السيم سايكل يعني او سيم اوفر لاند الميكا ووتر او النوسز بتاعتها زودت من نص 1.5% بتشتغل في ايه؟ ده في النومر اوبريشن في الستارت بتزيد 3% او الثاني اي محطه كهرباء ستيم باور سايكل اللوسز بتاعتها اللوسز بقى جايه من حاجات كتير لو ما زي لوسز هي كلها قدامك في النص اللي هو 0.5% في النورمال اوبريشن اللي هو التشغيل العادي تزيد في الستارت تبقى 3% عشان ايه؟ عشان تجمع املاح وكده بيقولوا ده بيبقى زاد شويه في الستارت اللوسز دي نتيجه ايه؟ بيقول لك كونتينوس انترفيدنت لو داون بتعمل بلو داون البويلر سواء متقطع او منتظم بيبقى فيه بلو داون على طول طيب الوان يفور على طول عشان الاملاح اللي بيزيد فيه. الاملاح دي هتيجي منين؟ ليكج فروم فيتنج في الهاي بريشر ايه؟ حسب الهاي بريشر ده هتلاقي في البحر بابا فانت عندك التربينه وكسرات تبدل ناخد بقى انواع تبدلات مختلفه عن ناخد الهاي بريشر ايه؟ الهاي بريشر تربين لو هي منفصلة دي عندي الأكس دخول وخروج طب الدخول ممكن يبقى فيسنج مقفول الخروج ما ينفعش يبقى مقفول يعني قال الهاي بريشر تيرب مرصوصين كده ورا بعض على أكس واحد قال الهاي بريشر تيرب كده وعلى نفس الأكس الانترنت بريشر تيرب كده وعلى نفس الأكس اللو بريشر تيرب كده وبعد كده على نفس الأكس المفروض اللي بيتكلم ايه؟ فالأكس بيلف 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 جوه كيسنج يبقى عرضه مبين قرية تانية يضرب من هنا على بعض يعني مش ينفع يبقى كل الاف ونفس الكلام الاي بي تيرمينال يبقى شايف من هنا ومن هنا نوت ان هو الانديفيدو واللو بريشر تيرم ممكن يبقى من ناحيه بس يجي ناحيه ثانيه العكس يخش الهواء بقى من هنا من هنا بقى
يبقى عندك ايه النوسس في الاطراف اللي هي دول شارع عالي. نوسس في السين في جراند كوندنسر يعني ايه؟ انا لو التيرمين دي سيجل اكتنج زي كده يبقى لازم في ثرست كولر. يعني ايه ثرست كولر؟ من ناحيه ضغط عالي من ناحيه ضغط واطي لو سبتها تمشي كده. لو سبت التيرمين دي وما سبتهاش هتمشي كده. لما حطيت الشخص الكره اللي بكل الثلاثه هي هيجي ايه على الفاونديشن يبقى لازم سيجا جامد فاونديشن عشان ما يمشيش. طب لو حطيت ثراس الكولر هيبقى هيضل ثراس. ايه ثراس الكولر ده؟ يبقى عندي في بيستون اهو بيستون الشكل ده لو قلت ده الاكس فدي بيستون ضابط عليه بيلف معاه بيلف مع الاكس. الناحيه دي في البريشر بتاع الزوز اللي هو بي 2 مثلا هروح حاطط هنا دي 1 لو دي نقطة 1 ودي نقطة 2 فتحط دي 1 يزق الكولر ده كده يبقى عكس الثراست نفسه لو بيزق التربينة كده هل الثراست ده غير في التربينة بس لو حطيت دي 1 وسبته هنا مع الوقت هيتكسر ما ينفعش يبقى ايه؟ واقف هتكسر مع الوقت البوليشن موت تحول لكوندنسيت فلازم ده يبقى مفتوح على بره يبقى ليه فلو عشان ما يتكسفش. طب اللي هنا فيه فلو طبعا لو جوه التربينه فيه فلو لكن اللي بره لو حطيته وسبته واقف ايه هيحصل هنا على الورق؟ هيقرب ويتكسر والضغط يروح يبقى ما عملناش حاجه فلازم البوليشن ده موجود لايف على طول مش موجود لايف على طول لازم يكون فيه دي خروج فلما اجي اخرجه اوديه فين؟ اوديه حاجه اسمها جراند كوندنسر. الزيت بيشيل الويت اللي هو الشوطه البيري ما بيشيلش الثراست. الثراست بيجي بريشر عالي اللي هو بريشر بتاع ايه؟ بيجي بالستيم انما الزيت ده الشوطه البيري اللي هو بيشيل وزن الايه؟ وزن العمود ممكن يبقى 550 طن ولا حاجه. لازم قلنا ان الثراست كولر ممكن بستيل ممكن بزيت الاثنين. فلو الثراست كولر ستيل لازم احط معاه ايه؟ السيم كوندنسر. اللي هو جنب من جنب السيم كوندنسر. يبقى السيم كوندنسر يبقى السيم كوندنسر يبقى ده بسبب الهيتر يبقى جزء بس جزء بس جزء بالنسبه لي خلاص بقى لوسس بالنسبه لي اللي يطلع الجو خلاص. نفس الكلام لوسس بالستيم في الدير ايجيبتي. ما انا في هوا مش كوندنسر اسحبه كوندنسر عن طريق ايه؟ الستيم. وطبعا الستيم ده هيخرج معاه الهوا ما ينفعش يرجعه سايكل تاني فوديه على حاجه اسمها ايه؟ ايجيبت الكولر. لما في ستيم خرج مع ده لازم كده الستيم بقى مع الكوندنسر والجازز في الدايركت الهيتر ده بقى واضح جدا بقى فالدايركت بيروح عامل ايه؟ عامل بيدخل البخار على الميه يفتت الميه او ماده بتاع الميه تفتته ويبقى اي غازات موجوده في الميه تطلع فوق تطلع فوق تقابل ده الجنس هيخرج معاه بخار مفيش حاجه واقعه على الفتحه بقى تخرج البنت بقى كل الهواء يعدي والبخار لا فهتلاقي الدايركت بيطلع بخار على طول كل ما شغال فكل النص دي بتمسك كام من نص واحد من نص للتوتال فلو بمعنى لو عندي محطة كهرباء 400 ميجا وات وقلت السبيسيفيك ستيم كونسمبشن بتاعها 3.2 كيلو جرام بالكيلو وات اور يبقى ايه موضوع ستيم بكام 400 كيلو تقريبا 400 او 380 كيلو جرام للسكن 380 كيلو جرام للسكن في واحد ونص تطلع كام؟ واحد ونص بالمية طبعا بتلاتة ونص واحد ونص يعني كام خمسة تقول ست خمسة ونص كيلو جرام بير سكند يعني كام كيلو جرام في الاور خمسة ونص 3600 تطلع زي ما قلت لك كام 10 30 طن في الساعة أو من 250 ل 700 متر مكعب في اليوم دي الكباستي بتاع الديسيميشن بلاند أو الفريت الفريت ووتر تريتمنت بلاند اللي داخل المحطة لازم تعوضني الكلام ده فلما لو حطيت كهرباء 100 ميجا هتحتاج ميجا فولت قد ايه؟ من 10 ل 12 طن في الساعة. انت متخيل؟ من 10 ل 12 متر مكعب في الساعة، من 10 ل 30 متر مكعب في الساعة. بمعنى 250 ل 700 متر مكعب في اليوم. ما
بنزين المحطة معالجة داخل محطة الكهرباء تطلع لي كام؟ ماكسيموم 700 متر مكعب في اليوم في المحطة اللي هي 1400، لكن المحطة اللي محطة سيتي كرير البلد اللي هي 1300 يبقى الصغيرين بقوا كام؟ 2000 متر مكعب في اليوم. المحطة سيتي كرير بتطلع كام؟ 2000 متر مكعب في اليوم ديستيلد ووتر عشان استخدمها كمركب ووتر. عشان تعوض لو سيبنا المحطة دي بعد ساعة مش هتلاقي فيها مية. 700 متر مكعب في اليوم يعني ايه؟ ده هي كل المشي 380 متر مكعب في ايه؟ لو سيبناها المواد تعالى تخبط بعد الوقت. فلازم في مية على طول بتعوض. ده ما ليه بقى ليه بستخدم محطة معالجة المية؟ يقول لك الكوندنسيت بقى اللي خارج من الكوندنسر اللي بيمثل سورس تاني من المشاكل. تعرف الكوندنسر مواسير الكوندنسر فيه 40,000 ماسوره 30,000 ماسوره على الكباس بتاعته جوه الكوندنسر فاكيوم وجوه المواسير ميه كولينج ووتر. كولينج ووتر دي جايه من نهر النيل اللي عندنا تيبر شويه جايه بقى محطه جاب البحر الابيض المتوسط محطه سيتي كرير جايه من البحر الاحمر محطه عتاقه ابو سلطان كده فالميه مالحه. فلو حصل لا قدر الله اي ليكج بقى حصل اي كسر في الماسوره كوندنسر ده فاكيوم يبقى الميه التبريد بتبقى داخله على الكوندنسر سبيس. هتدخل بقى مع حاجتين غازات دايبه في الميه واملاح. يبقى الكوندنسر اللي بيقع في الكوندنسر فيه مشكلتين غازات دايبه واملاح. غازات دايبه دي جايه من ليكج في التربينه ماشي جايه من ليكج في الكوندنسر ماشي. ما انت ما تقوليش بقى والله ان الكوندنسر ده طوله 25 متر وعرضه 10 متر وده لاتش في التربينه يعني ايه في فلانجه بينه وبين التربينه مش كده؟ يعني عندك فلانجه طولها بينها 25 متر بالظبط قد المضرب ده ادي 11 متر ودي 25 متر. طب عندك فلانجه كده عليها مثلا فوق 400 مسمار ما تقولش بليكج استحاله طبعا استحاله مهما كان اكيد هيحصل ليكج من الفلانشات دي. فبيها هو يخش من بره. يخش بقى من الاكس بتاع التربينه نتيجه دوران بره عشان الباكن جوه. اه انا بعمل معادله الباكن ده جوه هنا بس فيها هو يخش غصب عنه من هنا. من الطرف اللي هو بتاع اللي هو بيشرب تربو اللي هو اللي ناحيته باكن. فيها هو يخش من هنا وفيها هو يخش من الفلانشه فيها يخش مع الميه لو حصل ليكج الميه فكون زد في غازات دايبه عالجه بالدايريكت ريتو. في املاح دايما عالجة بقى حاجة اسمها كونسيت بولشنج يونت فلازم عندي وحدة بتعمل حاجة اسمها سوفتنج للكونسيت ده تحوله من املاح حرق لملاح سوفت تحوله من كالسيوم ومغنيسيوم لصوديوم والصوديوم بقى سوفت طبعا مع الوقت بيمسحه كده بحاجة في الصيانة بقى منظف كل الفلوتريز اللي موجودة مفيش مشكله فيه. نتكلم بقى على الدوكس اللي موجوده في الميه. ما انت الميه وحده المعالجه بتاعت المحطه هو الميه بتاعتها من لازك وبينزل بتاخد من بعض تاخد من بعض تاخد من النار تاخد من النار. ما تقولش بقى ان المحطه دي عشان على النار دي تاخد الميه تدخلها على المحطه على طول ما ينفعش. دي امبورتنس كبيره جدا. اول امبورتنس زي ما انت شايف كده سسبندد ماتيريال المواد العالقه اللي في الميه. احنا جبنا كل السورسز بقى بس اللي ممكن يبقى ايه؟ المطر القوي زي نهر النيل كده السد او البحر الرمل واي سيلمنتس حاجات العالقه اللي مش دايما في الميه. ما انت بتروح البحر تلاقي بقى في اكياس ماشيه حاجه اتلمت في بوب حاصو عالي في الميه ماشي مع الميه المحطه هتشرب كل حاجه. طب الانتاج بتاع الكولينج ووتر ما ينفعش بعد الشط يعني في نهر النيل محطة على نهر النيل زي شبرا الخيمة زي شمال غرب القاهرة زي جنوب القاهرة امشي كده وانت ماشي زي الأسيوط كل اللي على النيل هيسحبوا من على الشط؟ لا طبعا ما ينفعش. انت بتيجي تعب جوه في قلب المية بتيجي تعب المية جوه في نص البعد بالظبط ما ينفعش في القاع هيسحب كل الطن اللي في القاع فلازم يبقى عالي شوية عن القاع وبتعمل بريكويشن بتروح حاطط شمندوره فيه عشان ما فيش مانش بعد من الحته دي. يعني عندي الديك بتاع المايه لو حاطط شمندوره فيه كده بحيث تبعد كل المراكب ما تعديش من الحته دي على الديك بتاع المايه. يبقى الديك بتاع المايه فيه شمندوره في وسط المايه بحيث كله يعدي من بعيد عشان ما تغطيش الديك ده يكسر.
بعدك بط املاح طن رمل امبيورتيز كل حاجه سفرنج مايكروبيولوجيكال نباتات وارد جدا البحر فيه نباتات كمان مش النار يعني الميه داخله بتستعمل كل داخلها نباتات عالي جدا داخلها بكتيريا عالي جدا البكتيريا بتاعت جوه هتتكسر جوه في الحوض وتنمو مع الوقت بكتيريا حاجات مايكروبيولوجيكال كلها في البحر وفي النهر وفي الدنيا في نباتات في البحر وفي نباتات في البحر الميه داخله فيه نباتات برضه زي الميه الحلوه بعد كده المايه دي قريبه من ملاجم ممكن يكون فيها ايار حديد او ممكن فيها حديد. المايه دي جايه مايه كبير فيها حديد عالي جدا لو عادي يروح البحر لو حد فيك راح الوادي الجديد وشرب المايه اي بير هتلاقي لو سبتها بحاجه بلاستيك بتاع قارب مرت الحديد. لو رحت اسوان وحطيت مايه من جانب البيت هتلاقي مرت الحديد برضه لان المايه الارض فيها حديد فبتبقى ابيض فيها حديد. كلورايز منجنيز كل دي بوتس موجوده عارفه في الميه. ده الحاجات اللي هي سبسبيلي. تيجي حاجات السولفي الحاجات الدايبه وبتمثل الهاردنس بتاع الميه. ايه الهاردنس بتاع الميه منه دلوقتي؟ اللي هي املاح الكالسيوم والمغنيسيوم. بالذات كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم. باي كربونات الكالسيوم وباي كربونات المغنيسيوم. سلفيت الكالسيوم وسلفيت المغنيسيوم. دي حاجه دي بتبقى دايبه في الميه. دي لو فضلت في الميه كده هتعمل لي بقى فيري هارد سكيل زي الطوب هيبقى زي الطوب كده مفيش حتى بولر يعملها فلازم ده تتعالج في البري تريتمنت بتاع المحطه الموضوع ما هوش ايه سهل لو حاطط معلقه على الميه دي متعالج ياما مهندسين وعمال محطه معلقه لو رحت انت طلعت فوق محطه سيتي كرير مثلا على البحر كاكزامبل عشان ممكن الناس تقولها هتلاقي في حوضين كبار جدا. انا بقول البيكا بوتر كبيكا بوتر بس. والكوندنسنج كان المحطه 2400 ميجا وات. بين دوت ستيم 300 كام 400 او 300 1345 ميجا وات. يبقى بين دوت ستيم 1250 ميجا وات. 100 كيلو جرام بير سكند. الميه تقريبا 50 ضعف الكلام ده يبقى 1250 في 50 يعني حوالي 60000 ايه كيلو جرام بير سكند الميه 60 متر مكعب في الثانيه يبقى كوندنسر الاربعه كوندنسر بتوع المحطات يسحبوا كام؟ 60 متر مكعب في الثانيه يبقى المحطه الواحده تسحب 15 متر مكعب في الثانيه كبولينج ووتر وكام كميك اب ووتر 1% من الكلام ده مش اقل بكتير هتسحب زي ما قلنا كده حوالي لما ذكرناه في الكلام اللي فات اهو حوالي 30 متر مكعب في الساعه و30 متر مكعب في يبقى انت عندك قد كده ميكا كل الجوات قد كده ميكا بوتر انت بتعمل ايه؟ الاثنين دول لازم تتعالج البري تريتمنت ما ينفعش المايه بتاعت التبريد اخدها من البحر اوديها على الجسر هتسده على طول ويبقى في املاح مش قادر تعالجها فبالتالي لازم المايه تاخدها بري تريتمنت قد ايه بري هو البري تريتمنت هنقوله بعد شويه فالحب بالنسبة لك لو قلت بقى لو اتكلمنا على الكوندنسر بس عندي كام؟ 60 متر مكعب في الثانية. طب لو 60 متر مكعب في الثانية كده في 24 ساعة 3624 تدي كام متر مكعب في اليوم؟ نضربها كده 60 متر مكعب في الثانية لا حواليها 15 من واحدة واحدة 15 متر مكعب في الثانية. 3600 في 24 يبقى كام متر مكعب في اليوم؟ مليون متر مكعب يعني مليون متر مكعب في اليوم يعني 10,000 مليون متر مكعب في اليوم يبقى انت بتقول بالنسبه لي هو الحوض ده هيكفيني شغل يوم هيكفيني شغل يوم يبقى ده حجمه يبقى بعد حوض بيشتغل عليه كوندنسر وحوض تاني بيتعالج وبعد كده اروح ناقل من الحوض ده للحوض ده هتلاقي فعلا المحطه تلت مساحتها احوال ترصيد عشان ما ينفعش الميه كلها من البحر على ليه؟ على الكوندنسر على طول. الميه لازم تتعالج. واخد منها كمان الميك اب ووتر اللي عوضت ايه الميك اب ووتر. فاول حاجه بالنسبه لي السسبند ماتيريال، حاجه بعد كده الديسولفد ماتيريال. دي بقى عليها في البريك ريفيو. الديسولفد جازز. ما الميه دي جايه من البحر فيها امواج، والميه بتطلع فوق تعمل بوكت.
يبقى الغذاء الهواء اللي جوه ينزل في الميه يدوب، هو ده اللي بيعالج كل الحاجات الحيه اللي في الميه. يبقى كل اللي الهواء يخش في الميه، في الهواء في اكسجين ماشي، نيتروجين ماشي، ثاني اكسيد كربون ماشي، اول اكسيد كربون ماشي، كبريت هيدروجين ماشي، ميثان، كله ده يخش في الهواء في الميه. دي بقى لما تمشي في الميه تبقى على اصلا سخنه تبتدي تسيب الميه. اصلا في مويه اكسجين اللي هي بتعمل اكسجين. فلازم اعالج يبقى في معالجه للهواء للغازات اللي دايما في الميه. بعد كده اصلا ميكس اصلا ميكس ماتيريال يعني زي ايه؟ مركب معديه سقط منها زيت. عادي جدا. حاسه ممكن تحصل. فدي حصل السنه اللي قبل اللي فاتت كان معدل زيت البحر التمساح عشان حاطط يا ابو سلطان. تسحب تسحبها الزيت كله بوظ الكوندنسر بقى. فلازم نحوط بعد الزيت دي ما نخليهاش تروح على الشط ونسحبها بقى حته حته ونعوض عشان نطلع كل ونرمي الزيت ده في حته ثانيه خالص. اي حاجه ما جت رمت قمامه يا عم ما رمتش زيت، رمت كل المخلفات اللي مركب في الميه. دي حاجات تثبيتيه مش متوقعه يعني. دي حاجه اسمها اخر حاجه قلناها المحاضره حاجه اسمها روتر بيتش فاليو. الروتر بيتش فاليو اللي هي الهاردنس بتاع الميه. البيتش فاليو بتاعت الميه هو عدد رقم بيبين الاسيدتي او الالكاليتي بتاعت الميه، الميه دي هل هي قلويه ولا حمضيه؟ ايه هو الميجر؟ الميجر عدد الهيدريت ايونز اللي هو اتش بلس اللي موجود في كل لتر. العدد بالجرام، كام هيدريت ايون موجود في كل لتر؟ البيور ووتر بينتج كام نتيجه ديسوشيشن نتيجه تحلل الميه؟ بينتج 1.10 جرام هيدريت ايون لكل لتر. يبقى اللتر الواحد من بيور ووتر بينتج كام؟ 1.10 جرام من الهيدروجين ايون باللتر. فاي سوليوشن بينتج الرقم ده اعتبره ناتشرال متعادل. لو انت العدد اكبر من كده يبقى اسيدك. اقل من كده يبقى الكلاين. يبقى الاسيدك والكلاين بتيجي منين؟ بتيجي من الهيدروجين. يبقى الاملاح اللي فيها الهيدروجين اللي هي البايكربونات بالذات بتمثل الهاردنس بتاع الميه. بتمثل ايه؟ الميه دي حمضيه ولا قلويه؟ طب ميه البحر شكلها ايه؟ اكيد ميه البحر قلويه. لان الحمضيه ما حدش يقدر ينزل فيها. لو ميه البحر حمضيه ما حدش يقدر ينزل في البحر. لكن ميه البحر مع انها ماء مالحه بس ماء مالح مش كله ايه؟ الكلاين قلويه الفكت مش حمضيه الفكت. لو حمضيه ما حدش يقدر ينزل فيها. اي هينزل حد فيها جسمه هياكل بقى التفاعلات. هتلاقي بقى خربت عملت كل التورش في جسمك وانت بقى الهيدروجين. ما ده الهيدروجين بلس عالي جدا. هيتفاعل مع الجسم هياكل الجسم هياكل التفاعلات. المايه الحمضيه هتاكل الجسم. فميه البحر ميه ايه؟ زي ما نشوف بعد شويه ميه قلويه. فالبيتش فاليو في سكيل هو بيبقى بالشكل ده. البيتش فاليو هي عدد الديسمال بليسز اللي بيوصف قد ايه هيدروجين جرام لكل ايون لكل لينك. يعني الواحد من الواحد 10 من 7 في 7 ديسمال بليس 0 6 0 بعد كده 1 كم اسم البليس 7 يبقى رقم 7 10 اس ناقص 6 دي كم اسم البليس 6 يبقى رقم 6 10 اس ناقص 10 كم اسم البليس 10 لا 10 طب 10 7 ده 10 من 7 ده يبقى ايه النشر في اليوشن يبقى الاكبر من كده اسيدك والاقل من كده الكلاين ال 10 ال 6 ده كم اسيدك قد 7 10 مرات الخمسة كم أسيتيك قد السبعة 100 مرة كم أسيتيك قد الستة 10 مرات الأربعة كم أسيتيك قد الستة 100 مرة الكم قد الخمسة كم 10 مرات الزيرو يعني عندي واحد جرام كامل من الهيدروجين أيون باللتر وده هايلي أسيتيك اللي هو الزيرو فلو عندك سوليوشن ثلاثة يبقى الأسيتيك بتاعك طب ثلاثة ونص يعني كام؟ ثلاثة ونص يعني تبقى هنا ازاي؟ ثلاثة ونص دي اكتبها ازاي كده تتكسر؟ الله ينور عليك برافو عليك صح دي 2.5 التلاته دي هو اللي هو البوزيشن والخمسه الرقم فاهم؟ طب سته ونص تعوضها في مكان خمس اصفار وسته عندي سته ده البوزيشن والخمسه هو الرقم طب سته وثلاثه من 10 سته بوزيشن وثلاثه الرقم ثلاثه من ايه؟ من مليون طب سبعه ونص
يبقى بتتعرض خمس ست صفار وخمسه يبقى خمسه الفاليو والسبعه اول بوزيشن. قيس على كده بقى لو قلت مثلا 6 و25% يبقى كام؟ 5 صفار و25 بعدها. اتفهمت؟ اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ يبقى ده البي اتش فاليو بتاعت اي سوليوشن اللي بنقدر على الميه. ميه البحر بتبقى لون 8.5 8 حسب او 8.8 يعني بيقع في الرينج ده يعني 2 من 100 مليون هيدروجين اي لكل لتر. 2.5 من 100 مليون هيدروجين اي لكل لتر وهكذا. فاهم دي؟ نقف على القدر ده وان شاء الله نكمل ايه؟ نكمل بكره ان شاء الله.